السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا جريده اخبارنا شكرا لكم لهلا يخطيكم شكرا عن التواصل ديالكم معايا صراحه انا ما كنتش غدا نخرج في, في اللايف وندير هذيك الحاله ولا نغوت بديك الطريقه ولا هذا كاينين شي ناس كيستفزوني انا ما عرفتش باغين عندي بالضبط كنت درت واحد الفيديو في القناه ديالي مولات الكاسكيطه في اليوتيوب انا وعدوزه ديالي و ومن اللي درناه كانت مرضات بكورونا والحمد لله تجاوزات هذه المرحله والله يشافي جميع المرضى المسلمين يا ربي امين ان شاء الله صافي كنت دويت انا وعدوستي وخرجنا قالت لي ما الحمد لله انا بخير وهاد الدواء اللي كنت كنشرب واش شنو كاين وشنو كاين فكان كان, كان باللي انا ملي كنحط هذاك الفيديو خرج واحد الفئه كتبقى تقول لك لا وانتم حطيتوا الدواء باش تسترزقوا باش تطلبوا باش 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 باش, باش. طلع لي الدم جات البارح مع جاتني نيشان مع مول الكرا مع هادي وانا نخرج خرجت لهم فاز قلت لهم انا حاليا خاصني باش نخلص كرا وما لقيتش غنخرج نبيع فراشي وما خرجتش قلت لكم عطاوني باش نشري الدواء العدوستي ولا قلت لكم عطاوني باش ن باش ن باش نخلص الكرا ولا قلت لكم شي حاجه انا راه ما ايدي لكم انا ما قلتش لكم هادشي هذا هو اللي كاين استفزوني وخرجت واحد الغضب وبقى فيا الحال وهذا هو اللي كاين انا حيت ما مولفتش فهمتي حيت انا ما ما في هذا العالم ديال السوشيال ميديا انا الزوج ديالي هو اللي عنده علاقه بهذا الشيء انا ما ما تقبلش انا كيجيب لي الله بحال انا كنقول راه خوتي كندوي معاهم ولكن في واحد اللحظه فاش كينوض شي واحد كيهاجمني ما كنصبرش كنوض نرد عليه وانا ما خصنيش اصلا رد عليه كينوضوا ناس كيتصلوا بي تيقول لي ما خصكش تهضري يا زار ترد تردي عليهم ما تسوقيش اللي بغى يقول شي حاجه يقول هو عير القران الكريم وراه كتشوفي ملي كيكون شي لايف كيديروا الناس باش تعرفي الناس مراد كيديروا الديزلايك لهديك الحاجه اللي ما خصناش هذيك راه مقدسه راه قران هذاك راه اسلام ودين وهادشي اللي كاين اخويا انا ما صبرتش وخرجت وندمت كلشي تيقول لي بعدي من المشاكل ومن الصداع وبعدي راسك من هادشي انا كنقول لهاد الناس اللي تيقول لي هكا كنقول لهم واحد ما يحس بالمزود غير اللي مخبوط به بالنسبه للمداخل يوتيوب في القناه ديالي انا ما صراحه دابا 3 شهور وانا يلاه جامعه 700 درهم ثلاث شهور داخله في ربع شهر جامعة 700 درهم يعني كل فيديوهات المشاهدات طايحين ما عرفتش علاش رغم انني كنشوف دابا في المواقع التواصل الاجتماعي يعني ولاو شي حوايج كيتفضلوا ولا بهذا المعنى كيفاش غنقولها لك شي بساله وكيطلعوا لهم الشان وكيكبروا لهم والمشاهدات طالعين وفي ليفوي تبارك الله والفلوس وهذا والناس اللي محتاجين ودارين قنوات على واحد الاهداف يعني محتاجين فللاسف شديد ما كنعطيهمش اهميه هذا الوقت بغيتي تتعري بهذا المعنى تتعري وتخرجي وتغني وتشطحي وديري الهبال شكان الجبال غتباني ما بغيتيش ديري هادشي راه ما غاديش تباني هذا هو اللي كاين أه اسامه وسامة كنت قلت ليه مؤثر شويه على السوشيال ميديا كان هو الزوجه ديالو سليمه كنت كنتفرج فيهم انا بعد المرات كنت كنتصادف مع الفيديو هو وليد ديالهم كنقول هاد الوليدات زوينين تبارك الله باقيين صغار يعني والدين هاد الوليد مهلين فيه تبارك الله كيخرجوا كيقراو كيديروا رحلات المهم عايشين الحياه بخير فكنصدم هذيك النهار حتى كنشوف الفيديو كيداول على مواقع التواصل الاجتماعي كنشوف باللي انا سميته برهوش آه ما غاديش نكذب قلت لهم هذا البرهوش دار هذه الحاله في راسه علاج دايره لانه هذيك المره ديالو كان عليه احترامه ما كانش عليه يخرج يشوه الزوجه ديالو حيت هادو فعيل لا اخلاقيه ماشي ديال ولاد الناس وبقى في الحال وعيرته قلت ليه برهوش وهادي وهادي وكان جاوبني هو بطبيعه الحال كان صيفط لي جوج ديال الكومونتيرات هي سبان ولكن ماشي مشكل هادشي ما كانش عليه يخرج بغض النظر على بزاف الامور شوف دابا هو الانسان تعتقل راه حتى واحد ما غيتشفى حيت انا ما يمكنش غنقول لك انا متشفى فيه وبغيتها فيه وهذا لا حيت الحبس هذوك ما تبغيش ليه هذه مساله واضحه غير هو انا ما تقبلتش هذاك الشيء اللي دار الزوجه ديالو هذوك ماشي فعيل لا فعيل لا اخلاقيه وماشي فعيل ديال أولاد الناس وماشي فعيل ديال الرجال واليوم كنقول لي دابا ها انت شتي شنو وقع وباقي متعفر وباقي هذا فالله يدير ليتاول ديال الخير والله يدير ليه تاول ديال الخير هادشي لا هذه التصريح ديال العمه والجدة ديال اسامه صراحه هذوك الناس انا عجبوني وعجبني التصريح ديالهم ماشي التصريح ديالهم ان انا معجبينش واحد الحاجه ان بدات كتشوه في, في في سليمه وتتقول لهم اودي الزوجه ديال ديال ولدهم وكتقول لها لا انت راه خداك من هنا ودرتي من هنا وحملتي من هنا وفعلتي داك الشيء الاسرار خاصة تبقى بيناتهم غير انا اللي عجبني هو التضامن ديالهم مع اسامه يعني ما تخلوش عليه رغم ان اسامه ضرب خالته وجداه وحيح وجاو هما اللي لقاهم اليوم اللحم قالك بني كيخنس كيهزوا مالي هما اللي لقاو اليوم واقفين حدا المحكمه وكيطالبوا كيناشدوا بان الناس والجمعيات يديروا معاهم شي حل مع اسامه هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء ولا عادي جدا هذا الشيء جميع اليوتيوبرز هادو اللي طالعين دابا ماشي غنقول لك كل شيء انا ما غاديش نعمم طبيعه الحال ولكن كاع هاد الصعاليك بهاد المعنى هادي داك الكوبل يلاه كيتزوج ولا كيدير هاد الشيء هذا عادي كيجيب كي مرتو درنا العرس ها حنا هادي شويه تا كيقول لك رأنا أنا مشيت انا ما بقيتش كنشيق الشيء انا هي مشات لدارهم وانا مشيت شويه كيرجعوا حنا ولدنا حنا داك الشيء ما خدامش دا داك الشيء ما يعجبنيش أنا دكش. النفاق على 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 هادشي ديال السوشيال ميديا والنفاق ديال حتى الناس المحبين اللي كيتبعوهم كينافقوهم والناس عاجبهم هذاك الشيء وباغيين هذاك الشيء يتفرجوا وباغيين يدعموا باغي يديروا لي لايك وزيد 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 آه ابا حمزة ابا حمزة جبدني أنا ما جبدتوش والله ابا حمزة جبدني علاش آه كنت درت واحد الفيديو صراحة أنا كنت أنا باقي كيخدعوني شوية المظاهر الصراحة آه شفت هذاك السيد كيدير الخير كيدير فيديوهات رغم ان هذا الوقت ما الخير الخير ماشي غنعمم ولا داكشي بالمقابل اللي كيدير الخير كيسترو كاينين الناس كيصيفطوا فلوسهم كيسكتوا ما كيبانوش هذاك كاع اللي كيخرج وكيقول انا وانا عطيت هذاك الشيء عاد التصوير كيبغي يتصور باش يطلع هذا السيد كان درت انايا هزيت الفيديو ديالو على اساس واحد ولد سطات فيه تبارك الله واحد القناعه كان نتلاقى معاه وكيقول هاك بغى يعطي فلوس ما بغاش يشدها عطي عير كيقول كي عطاني عير جوج درام عير جوج درام انا راه قاري وهادي 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 نط انا هزيت داك الفيديو عجبني حطيته لعندي فكنتصدم باللي هاد ابا حمزه اكيد ما يمكنش غيكون ما كيعرفش زوجات مول الكاسكيطه ما يمكنش ناض ابا حمزه ضربني ضرب لي القناه بالستريك يعني فاش كتضرب بالستريك القناه عاول على أنها مشات وانا كما كان كما كنقول هذاك هو مصدر العيش ديالي انا وليداتي كنحاول نطلع فيها بشويه بشويه كنحاول نحط فيديوهات وما تواصلش معايا ما اعتذرش كون عير صيفط لي مثلا قبل وقال لي مثلا مثلا صيفط ليا قبل وقال لي يا هانتي الله يجزك بخير حيدي ذاك الفيديو ولا داك كنت ربما غنحيدو من بعد كان كيتواصل معايا الادمين ديالو تيقول لي شوفي صيفط لي معلومات باش نحيد لك عفاك هذيك سميتو راه ابا حمزه راه ما وقلت قلت لي انا ما عرفتش كيفاش غنجبد لك قال لي دخلي ديال قلت لي ما عرفتش كيفاش صافي ما وليتش تواصلت معاه وبقى داك الشيء الامور كما هي واش ما نعطيش رايي ديالي واش ماشي من حقي انا 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 داخله لهاد المواقع التواصل الاجتماعي انا 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 خصني نقول واخا شوف واخا كاينين الناس اللي ما ما باغيناش نكونوا وزيد 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 ولكن انا خصني نعطي من حقي نعطي الراي ديالي شوف ما عنديش انا روتيني اليومي وما عنديش الوصفات انا ما باغاش نبقى ندير في الوصفات انا بحالي اي موضوع حدث الساعه كنبغي نهضر فيه وساعه كناكل العصا ملي كنهضر كان كان كناكل العصا عليا اه دي لا حول ولا قوه الا بالله من الاحسن ما اش غنقول لك الله يدير شي تاول ديال الخير هادشي بطبيعه الحال إحنا حنا كدوله اسلاميه ما يكون واش غنقول لك الله يدير شي تاول ديال الخير الله يهدي ما خلق لا بطبيعه الحال انا الا كنت كنبقشش كطلع لي شي تصويره ما كنحملش راسي وكنزيد في حالاتي لا اقل ولا اكثر فانا نقول لك واحد المساله هاد الناس آه اللي كنشوف انا كنقول باز ليهم ولا كيبيعوا الدم وجههم بهذا المعنى الدم وجههم كيبيعوا على قبل الريال بحال هكا باش كيجبدوا بهذه الطريقه لان اصلا هادوك الفلوس اللي غتاخذهم الناس وهذيك اللي كدير روتين اليومي الا هذاك اللي كيشوه مرته ولا اللي كتشوف كياخذهم حرام في حرام هو اصلا اليوتيوب هادشي كامل حرام في حرام تكونوا واضحين راه اللي اللي مزيان واللي ما مزيانش اللي كيدوي بالمعقول اللي ما كيشوف كل شيء حرام في حرام راه هادشي راه ما خصوش يكون ولكن راه علاش اللي ما نحاولوش ندير واحد المحتوى اللي زوين الناس يتبعونا ويشاهدوا داكشي نقي وزوين وحتى الاخر ياكل طرف الخبز زوين دابا الناس ما بقاوش كما قلت لك يبغيو يتفرجوا حتى الناس اللي غيطلع يعاود ولا مسكين باش يعاونوا يقفوا معاه ما, ما بقاوش بغاو يتفرجوا فيه كيتفرجوا في هذاك الشيء ديال حتى وجهك الفسق والعهر هو اللي طالع هو اللي خدام دابا هادشي اللي كاين اللي ما عندي معاهم علاقه كنقول لهم اشنو درت لكم انا وشنو ذنبي في كامل ودعيتكم لله انا دعيتكم لله حيت انا ما درت لكم تشي حاجه انا واحد الإنسان بسيطه أه كان كنحاول انني نكبر في ديك القناه بزمني بسبابكم انا كنمل وكنهرب من القناه كنقول ما نبقاش ديما كنتعرض نتعرض للهجومات كاينين الناس زوينين الله يجازيهم بخير اللي كيتواصلوا معايا وكان الناس اللي انا ما دايره لهم والو وهما كيتعداو عليا فكنقول لكم الله يختفيكم الحق خليوني نخدم على وليداتي واعطوني التقار هذا الشيء اللي غنقول حابه عزيزه عليا محبوب الجماهير هذاك عرفتي علاش هذاك الولد يتيم وهادك الولد الله يعمرها دار ومسكين تشي يدير داك من نيتو وكي كيدير دوك الفلوغات يعني الناس كيضحكوا كيضحكوا وليداتنا الصغار وانا غنقول واحد الكلمه للأخ مرحبا غنقول على سلامتك على سلامتك ولكن كنتمنى ان تحاول ما تبقاش خاطر نفسك على قبل البشر باش برجع لان البشر اصلا راه ما عنده باش ينفعك هادشي لك في كل شيء هزيدو من غير امسي طالب ام طالب كان كيتواصل معايا وقال لي آه نديرو انا وياك فيديوهات فهمتي بحال مشتركين نخدموا داكشي ولكن من بعد بحكم هو تا كل داها في طريقه صافي اما الشي الاخر كل شيء خايف انا كاينين ناس شوف كاينين ناس يوتيوبرز هنا نيت سطات كنحاول انني نبغي نتواصل معاهم فهمتي كنبغي ما بلا لا داعي لديك الاسماء كنبغي نتواصل معاهم غير مثلا على شي معلومه كنقول ربما الا سمعوني هذا غيهزوا يديهم فبالناقص بلاش هذا الشيء اللي كاين هذه المساله من هذه المساله انا اختي سلمى اللي عندها حتى قناه حتى هي معايا سلمى عبدو فلوغ كتقول لي اجي نتناتفوا اجي نوضوها اجي نديروا كنقول لها عطيني بالتيقار كتقول لي علاش عباد الله هادو طالعين وحنا لا كنقول لها عطيني التيقار انا ما شوف انا ما باغيش الشيء ما باغاش انا بغيت نطلع بخير بغاو اللي بغى يدعمني مرحبا اللي ما بغاش مرحبا ما ماعرفش ليه ما كانفهمش داكشي ديال انستغرام وتصاور ومدن زوق ونحلق داكشي ما عنديش ما ما كنعرفش ليه سيد السيد ديما من اللي حليت القناه ديالي كما كنقول لكم ولا الكاسكيطه هو تيدير لي جيم كيجي مجم في القناه في الباج كيدير جيم كيكتب كومونتير هذيك النهاريات هو يتصل بي حطيت النمره ديالي انا في الباج هو كنتصدم انا كيتصل بيا السلام عليكم وعليكم السلام اختي الله يجزك بخير انا متبعك وكندير لك جيم وهادي ومن نهار اللي زعما حليتي هذه القناه وشكرا لك ولهلا اختك. قلت لي شكرا خويا اللي قال لي هي واحد المساله قلت لي مرحبا خويا قال لي هذيك جيم اللي كندير لك راه خصك تقسمي معايا اللي خلاص كيجيك خلاص اللي كيجيك من خصك تقسمي معايا قلت لي دخلها لك عرفتي بقيت كنضحك قلت لي واش تخلصت حتى انا عاد غنعطيك انت هو قال لي انا غنسحب الجيم ديالي ما غاديش نخليها غنحيد لي جيم ديالي ما غاديش وما غنبقاش نجمجم جملك صافي هادو هما الطرائف اللي اللي قتلتني بالضحك هادشي اللي كي رساله ديالي الناس اللي كيدعموني واللي تيشجعوني كنقول لكم شكرا ولهلا يخطيكم الله يجعلكم الخير في وليداتكم والله يكبر بكم الله يعطيكم صحتكم واش غنقول لكم راه الله يصاب لينا والجميع المسلمين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا الجامعة.